السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم زهير آدم حسن سعيد. اليوم سوف نتناول كيفية إضافة الفيديو إلى مدونة الووردبريس. فلنبدأ. بسم الله. في البدء نذهب إلى مدونة الووردبريس. كما ترون هذه هي مدونة الووردبريس: ستور، البوست، ميديا، لينك، البيج. هذه الصفحات. نضغط إلى إضافة صفحة جديدة. أديد نيو. أديد نيو. كما ترون أديد نيو بيتش. نذهب إلى موقع اليوتيوب. نضغط هنا شير. كما ترون شير مشاركة. كما ترون هنا موجود شير. نضغط على embedded. embedded نمرة 2. أتحصل على هذا الكود. نقوم بنسخ الكود وذهب به إلى مدونة الووردبريس. كما ترون أعزائي هنا موجود visual وهنا text. نضغط على text ثم ننسخ الكود، ثم حتى نرى الفيديو. ها هو الفيديو، قد تمت إضافته. نكتب عنوان الفيديو: إضافة فيديو إلى الوورد بريس. من ثم نعمل نشر. ثم نشر. ننتظر حتى يتم نشر الفيديو. الحمد لله قد تم نشر الفيديو. نذهب إلى الإضافات. ها هي الإضافات: إضافة فيديو إلى الووردبريس، فيو. حتى نرى الفيديو. الحمد لله قد تمت إضافة الفيديو بسلامة إلى مدونة الووردبريس بطريقة سهلة جدا وبطريقة جيدة. كما ترون أعزائي ها هو الفيديو قد أضيف إلى مدونة الووردبريس. الآن الفيديو يعمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع إلى الإضافة. إضافة الووردبريس إلى المدونة. صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيديو قد يعمل. عذرا، ننسب إلى المدونة. ها هي المدونة. إذا أردت أن تتحكم في أبعاد طول أو عرض الفيديو، ما عليك هو إلا أن تضغط تكست. هو الفيديو نتحكم فيه. كما ترون سوف نعمل إضافة نيو بوست. نذهب إلى اليوتيوب. ننسخ الرابط من تضمين أو embedded copy. نصب به إلى مدونة الووردبريس. نضغط هنا للنسخ. كما ترى 315 و650. ها هو العرض وهو ها هو العرض وها هو الطول. ممكن أن تغير العرض والطول كما تريد على حسب مساحة المدونة لديك. وشكرا جزيلا، ونتمنى أن يكون قد نال الشرح إعجابكم، ونلتقي في إضافة أخرى إن شاء الله. وشكرا. كان معكم زهير آدم حسن سعيد.